صباح الخير أحبابي، صباح نشاط الحيوية والطاقة الإيجابية. جمعة مباركة لنا كاملين، اللهم صل وسلم وبارك على حبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم الدين. صلاة يا رب تشفع بها لنا يوم لا ضل إلا ضلك. كلمة عظيمة لكم احبابي، كي صبحتوا؟ كنتمنى تكون اموركم كلها مزيان يا رب. اليوم الجمعه، لا تستهينوا بالصدقه والدعاء الموتى والدعاء المرضى، واللي عنده شي مريض يزوره ولا كانت الامكانيه واخا غير هاتفيا، والله يسمح لينا من الناس اللي مقصرين في حقهم. هذا اللي كاين، الله يرحم جميع موتى امه سيدنا محمد ويرحم امي في هذا الصباح يا رب، ويجعل هذا اليوم يوما مباركا يا رب، يفتح لنا فيه مفاتيح الخير ويدفع عنا فيه كل شر، وفيه ساعه مستجابة فلنستغلها جميعا إن شاء الله بالدعاء لبعضنا. علاش لا، الناس اللي قلوبهم وخواطرهم صافية من جهتنا ما تنسوناش من الدعاء. جزاكم الله خير. بسم الله منزولة من عند الرحمن، عند ربي مقبولة صار شهب الميزاني. مكاينش احبابي شي حاجه زوينه وحسن من الذكر ديال الله سبحانه وتعالى. لهذا قد ما الانسان حاول يذكر الله، يكون غادي في الطريق يذكر الله، يكون خدام يذكر الله، في الفخوج يوقف يذكر الله في الخاطر ديالو. حوايج زوينين، عادات يوميه لو استمرينا عليهم غيكون نتيجه زوينه في اخر المطاف. وكما يقال، تلك صحيفتك فملأها بما شئت. إن شاء الله نملؤها بكاع الحوايج زوينين، والله يلاقينا معنا زوينين بحال وجهكم إن شاء الله يا رب، ونملؤها بالمحبة وبالإخاء وبالصدقة وبالتعاون وبالدعاء بظهر الغيب. كنتمنى منكم دعوة بظهر الغيب جميلة ليا وليكم كاملين يا رب. بما أننا جئنا على ذكر الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، أنه كان سألوا السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت إنه قرآن يمشي أصول على الأخلاق ديالو. قالت لهم إنه قرآن يمشي على الأرض. إذا الإنسان ما عنده حتى شي حاجة من غير الأخلاق ديالته. الزين تيمشي، الصحة كتمشي، كل شيء تيمشي، تبقى أخلاقك. وإن شاء الله هذا هو الموضوع اللي غنهضر عليه الليلة بإذن الله، غيكون هو الخاتم بالنسبة لألفين واثنين 2021. اسمحوا لي، موضوع شيق جدا، وغيتكم تسمعوه باش نخليو فيه كاملين الطاقة السلبية اللي كانت في 2021، نخلوها في هذاك الفيديو، نخلوها مع دوك الناس اللي ما يستاهلوش يكونوا في حياتنا. صباحكم مبروك، نهاركم مبروك احبابي، جمعه مباركه عليكم كاملين. الله يوريكم ما يخلعكم، الله يشفي مرضاكم، والله يرحم موتاكم، والله يرزقكم من حيث لا تحتسبون. دعاء صادق من القلب لي ولكم ولجميع امه سيدنا محمد وكل من يذكر لا اله الا الله محمد رسول الله. خليت لكم الراحه احبابي كيف العاده، الموت عليكم انا ما تنسخش بكم. صباحكم مبروك، نهاركم مبروك، تبارك الله عليكم، في امان الله.